يبدو محمد أبو اللد للوهلة الأولى كغيره من العمال الأتراك الذين يعملون في مواقع البناء. فأبو اللد لاجئ سوري هرب إلى تركيا مع عائلته بعد مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للأسد منذ ما يقرب 6 أشهر. طبعا هيدا النظام لا محالة، لأن الشعب كله انتفض، لا محالة هو رايح، لأن فاتورة الدم صارت فاتورة كبيرة. ويقول أبو اللد أنه يعمل بطريقة غير قانونية معتمدا على أي عمل يدوي، وذلك ليستطيع تغطية نفقات أسرته. لا توجد إحصاءات مؤكدة حول أعداد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، فبعض النازحين هنا انتهت صلاحية تأشيراتهم ويعيشون الآن بشكل غير قانوني في البلاد. نلعب لعبة القط والفأر يعني مع البوليس التركي، هيدي مشكلة. أولادنا متعطلين من أشهر عن المدارس، نحن ما عم نشتغل شيء، ما فينا عم نعمل شيء. ويخشى معظم سكان المخيمات من النيران التي تطلقها القوات السورية على الحدود. نحن الشغل إنه ما بدنا فيها يكون حرب. نحن بنطلب حماية دولية للشعب، والتدخل العسكري ما نريد، بس بدنا حماية دولية. ويحاول السوريون هنا التكيف مع الأوضاع المعيشية الصعبة في انتظار الخلاص.